لوكاشي ممتاز سالفو تابسوبا تقطع على كره هاشم عباس تمشي الى اللاعب رياض او رياض الفريوي هاشم عباس ممتاز ممتاز هاشم عباس يسجل الهدف الثاني هدف ثاني في 70 دقيقه لعب سجله قائد فريق النجم الرياضي المتلوي هاشم عباس بعد كره طويله من الخلف ويتمكن موقعه الممتاز من تسجيل ثاني اهداف المباراه امام اولمبيك سيدي بوزيد امامنا فرحه الجماهير الحاضره على ملعب المتلوي من جانب النجم الرياضي المتلوي هاشم عباس المدافع المحوري وقائد النجم الرياضي المتلوي يسجل الهدف الثاني امام العمليه اللي كان سجل من خلال النجم الرياضي المتلوي الهدف الثاني